الاستاذ اللي غيتكلم في المسائل القانونيه غير خاص لي يفهم الراي العام ويفهم الجامع. انا ماشي كل من كيحط رجله في المحكمه متهم. فغتسمعوا ان شاء الله الاستاذ ولا غيشرح. شكرا شكرا. شو سبب الحضور ديالك؟ ان شاء الله الاستاذ غيشرح. واخا قلنا انت غير باختصار ان شاء الله. ان شاء الله الاستاذ غيفهم لكم كل شيء ان شاء الله. استاذ مطمئن علاش؟ راني دايره عمليه على عنق الله يعطيك الرضا. الله يشفيك. طبعا طبعا شكرا. امشي يا لك ما جبت سيف. عندك الدعم شعر 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 قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.